حماس تتحدث عن 70 قتيلا بين المحتجزين في غزة، وإسرائيل تطلب أسماء الأحياء أو تعليق التفاوض. إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وتقتل 5 من حزب الله في رامية. تعليقا على مشروع رأس الحكمة، فيتش تقول إن الضغوط على مصر ستخف لكن التحديات الاقتصادية لا تزال كبيرة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم إلى جولة إخبارية جديدة تمتد على ساعتين، أقدمها لكم بصير شتية. بين قصف وحصار قاتلين تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في وقت تواجه فيه مفاوضات التهدئة في القطاع العراقيل. فقد نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن إسرائيل أبلغت مصر وقطر أنها لن تشارك في محادثات أخرى حتى تقدم حماس قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء في قطاع غزة. وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن إسرائيل اشترطت أيضا أن تقدم حماس ردا جادا بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين اقترح الوسطاء الإفراج عنهم في إطار الصفقة. كما ذكر مسؤول إسرائيلي بارز أن إسرائيل رفضت عرضا من الوسطاء القطريين والمصريين لعقد جولة محادثات الأسبوع المقبل في القاهرة، موضحة أنه من المستحيل المضي قدما في المفاوضات حتى تتلقى ردودا من حماس، وفقا للموقع. الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة قال في بيان إن 7 أسرى إسرائيليين من المحتجزين في قطاع غزة قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي. أبو عبيدة أعلن في بيان عبر تيليجرام أسماء 3 منهم مؤكدا مقتل عدد من حراسهم أيضا. وأضاف المتحدث باسم القسام أن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قضوا في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي تجاوز 70، مشيرا إلى أن الثمن الذي ستأخذه الحركة مقابل 5 أسرى أحياء أو 10 هو الثمن ذاته الذي كانت ستأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات القصف الإسرائيلية. نعرف حي الزيتون وبده يجيله بعد شهر من ما تركه ما بيعرفه. رقام أصبح حي الزيتون رقام. إلى لبنان هذه المرة، حيث أفاد مراسل الحدث بمقتل 5 من عناصر حزب الله في الغارات الإسرائيلية. ويأتي ذلك فيما يتواصل التصعيد في جنوب لبنان وعلى الجبهة الشمالية لإسرائيل بين الحزب والجيش الإسرائيلي. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على أطراف جبل بلاط لجهة شحين ورامية في جنوب لبنان، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على عيت الشعب وأطرافها. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي حولا والوزاني في قضاء مرجعيون. ننتقل الآن إلى رميش تحديدا، هذه البلدة الواقعة جنوب لبنان، ومعنا من هناك مراسل الحدث محمود شكر. محمود مرحبا بك، يعطيك ألف عافية، تضعنا في صورة الوضع في الجنوب اللبناني.
نعم، يستكمل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته منذ بعض الوقت. نفذ الحربي غارة على بلدة بليدة التي هي في آخر هذا القطاع منذ 10 دقائق تقريبا. المعلومات الأولية تتحدث إلى أن هذه الغارة استهدفت منزلا هو خالي. ولكن المهم في هذا اليوم من المواجهات العسكرية ما بين الحزب وبين إسرائيل، حزب الله نفذ أكثر من 6 عمليات عسكرية باتجاه المواقع. آخر هذه العمليات كانت منذ حوالي نصف ساعة باتجاه مرابط المدفعية في خربة ماعر بحسب الإعلام الحربي للحزب الذي نشر هذه العملية منذ 20 دقيقة. ولكن المهم كان في هذه البلدة التي هي وراءنا مباشرة والتي تبتعد من هنا خط نار حوالي تقريبا ما بين كيلو متر إلى كيلو متر ونصف. الطيران الحربي قام ما بين 5 والساعة 6 بسلسلة من الغارات باتجاه البلدة، إن في وسطها أو في أطرافها أو في خراجها من جهة بلدة عيتا الشعب. وبالفعل هذا الذي حصل، حيث كانت الحصيلة هو سقوط 5 من مقاتلين لحزب الله في هذه الغارات. والحديث كان يتمحور على أن هذه المجموعة هي منقسمة إلى عدة مجموعات كانت في البلدة، لأن الغارات حصلت بالتوازي مع بعضها البعض في عدة أماكن. في الضربة الأولى كانت الغارة الأولى والغارة الثانية على بعد حوالي 500 متر، ثم بعد نصف ساعة كان هنالك أيضا عدد من هذه الغارات. هذه الغارات إذا وضعناها اليوم في السياق للعمليات العسكرية، هي كانت غائبة منذ ساعات الصباح، حتى أن المواجهات هي كانت هادئة. يمكن أن نقسم هذا النهار إلى جزئين، إلى نصفين. هو بدأ مع الساعة 2 إلا 5 دقائق بعمليتين لحزب الله باتجاه موقع البغدادي وموقع رميم، ثم بعد ذلك استكمل الحزب بقصف لعدة مواقع إلى موقع المالكية، إلى مستوطنة معيان. هذه المرة نتحدث عن مستوطنة، في حين أننا تحدثنا عن مواقع، إلى موقع رميم، إلى البغدادي، إلى المالكية، وأيضا إلى رويسات العلم في مزارع شبعة، وصولا إلى آخر عملية عسكرية باتجاه خربة ماعر وتحديدا المرابط المدفعية الإسرائيلية. الآن نحن نرصد المعطيات الميدانية على الأرض إذا كان هنالك من غارات، ولكن آخر غارة كما أشرت معك كانت هي في بلدة بليدة، وأيضا لم نتمكن من وصول أو إحاطة بمعلومات كاملة عن إذا كان هنالك إصابات. شكرا. في هذه الغارة. جزيل الشكر لك محمود. هذا اليوم نعم سنكون معك بالطبع في النشرة القادمة للاطلاع على المزيد من التفاصيل. كل الشكر لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات من بلدة رميج جنوب لبنان، مراسل الحدث محمود شكر. مجزرة جوعة غزة التي ارتكبت في دوار النابلسي صدمت العالم واستدعت ردود فعل غاضبة. الأمم المتحدة طالبت بإجراء تحقيق مستقل، بدورها دعت فرنسا إلى تحقيق مستقل أيضا، كما ندد الاتحاد الأوروبي بالمجزرة الجديدة ووصفها بغير المقبولة على الإطلاق، وسط تحذيرات أممية من أن مجاعة في قطاع غزة أصبحت شبه حتمية ما لم يتغير شيء. البيت الأبيض من جانبه قال إن أمريكا تعمل على فتح ممر بحري للمساعدات لغزة، كما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن عزم واشنطن إسقاط مساعدات غذائية على القطاع. وكانت الصحة العالمية أعلنت بعد مجزرة دوار النابلسي أن سكان القطاع يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء. النظام في غزة كما قلنا عدة مرات قريب من الانهيار. لقد تم قطع امدادات المياه مباشرة بعد 7 أكتوبر، كما انقطعت الكهرباء منذ الهجمات المروعة التي وقعت في 7 أكتوبر. لقد تم قطع جميع شرايين الحياة في غزة بشكل أو بآخر.
من واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي. نادية مرحبا بك، يعطيك ألف عافية. تضعينا في صورة آخر التصريحات من البيت الأبيض حول المساعدات إلى قطاع غزة. في الواقع تصريح الرئيس بايدن لم يكن مفاجئ. الإدارة الأمريكية تدرس منذ أيام إسقاط أو عملية إنزال لمواد غذائية أساسية إلى قطاع غزة، وخصوصا بأنه بالفعل الإدارة الأمريكية تشعر بالأسى تجاه المدنيين الذين يقتلون. هذا ما عبر عنه الرئيس بايدن بكل صراحة اليوم، وقال بأن الإدارة ستفعل كل ما تستطيع لإرسال المواد الغذائية الأساسية لسد احتياجات في وضع كارثي إنساني في قطاع غزة. وطبعا ما حدث بالأمس في شارع الرشيد نراه على شاشات التلفزة الأمريكية، الجميع بالفعل ربما أصيب بصدمة بسبب قتل مجموعة من الجياع الذين أتوا لتسلم هذه الشحنات الغذائية. وطبعا الجيش الإسرائيلي قال بأنه يحقق، حاولنا أكثر من مرة أن نسأل المتحدث باسم الخارجية وحتى البيت الأبيض، قالوا بأنهم سيتركون الأمر حتى الآن للقوات الإسرائيلية لترد بما حدث بالتحديد. لكن الإدارة تشعر بضغوط كبيرة ليس فقط من داخل حزب الرئيس الحزب الديمقراطي في ولايات متأرجحة مثل ميشيغان التي يمكن أن تؤثر عليه، لكن أيضا يشعرون نوعا ما بالحرج لأن نتنياهو بات يتحدى الرئيس بايدن في كل ما يقوله البيت الأبيض. عندما يقول البيت الأبيض بأنه يريد حل الدولتين، نتنياهو يقول العكس. عندما يقول البيت الأبيض لا يجب أن تحتفظ إسرائيل بأي شريط أمني حدودي في داخل قطاع غزة، طبعا نتنياهو يتحدى الرئيس. والآن نتحدث عن مواد غذائية أساسية، وكما تعرف منظمة الغذاء العالمي وهي منظمة ترأسها الآن سيندي ماكين زوجة السناتور السابق جون ماكين الذي كان مقرب من الرئيس بايدن وكان يعملان معا في مجلس الشيوخ، تقول بأن الوضع هو على حافة المجاعة. وهناك أعضاء في مجلس النواب طالبوا وزير الدفاع بشرح كيف يمكن إرسال شحنات من الطحين إلى الجياع في غزة وتقوم القوات الإسرائيلية بمنعها من الوصول إليهم. وبالتالي أعتقد بأن الإدارة باتت الآن تدرك حجم هذه الكارثة الإنسانية وترى بأعينها من خلال هذه التقارير التي تأتي تباعا من داخل قطاع غزة. نعم. ولذا قرر الرئيس اليوم الموافقة على هذا القرار، أولا بإنزال مواد غذائية عن طريق الجو وأيضا إرسالها عن طريق البحر حتى لو كان هناك تخوف من أن بعض هذه الشحنات تذهب إلى حركة حماس. نعم نادية، هنالك يعني البعض يسأل هل وردت أي ردود فعل حول هذه الخطوة الأمريكية، وكان هنالك حديث كثير حول أن واشنطن تنوي إنزال مساعدات، بما أنه أن إسرائيل هي القادرة على الضغط أو عفوا واشنطن القادرة على الضغط على إسرائيل كي بفتح المعابر برا، والآن هي تريد إنزال المساعدات جوا، يعني هنالك نوع من يعني الغموض أو ربما تساؤلات كثيرة حول هذا الأمر. واشنطن ترى بأن الوضع الإنساني لا يستحمل أن تنتظر حتى تقوم إسرائيل بفتح المعابر. طبعا حكومة نتنياهو تقول بأنها تريد أن تدقق أمنيا في كل ما يدخل وما يخرج، ونوعا ما هناك يعني تفهم من الإدارة الأمريكية للحاجات الأمنية لإسرائيل. لكن بسبب هذا الوضع الكارثي، يعني البعض يتحدث على أن سكان غزة يأكلون العلف الذي يقدم للحيوانات، وحتى هذا لم يعد متاحا. الحاجة هي ماسة، نتحدث عن حياة أو موت بالنسبة لآلاف من أهل قطاع غزة من الأطفال بالتحديد ومن النساء. لذا عملية الإنزال الجوي أو حتى إرسال مساعدات عن طريق البحر طبعا ستتم بالتنسيق مع إسرائيل والقوات الإسرائيلية، لكن في نفس الوقت أعتقد بأنه الإدارة ترى بأن بسبب الحاجة الماسة الآن هذه هي أفضل طريقة. هذا لا يعني بأنها لا تزال تمارس ضغوط على حكومة نتنياهو بفتح المعابر. جزيل الشكر لك من واشنطن مديرة مكتب الحدث نادية البلبيسي.
نبقى في واشنطن ومعنا من هناك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. أستاذ طارق، أرحب بك معنا دائما على شاشة الحدث. السؤال ذاته يعني حاولنا أن يعني أن نستقطب أو أن نعرف إن كان هناك ردود فعل حول هذه الخطوة الأمريكية فيما يتعلق بإنزال المساعدات وليس الضغط على إسرائيل لإيصال هذه المساعدات برا. لا شك أن إدارة بايدن يعني كما قالت هي تدرس مجموعة من الخيارات، لكن مسألة الإنزال الجوي هي مجرد يعني عملية عاجلة تستدعي سرعة الإنزال، لأنه الصور التي نقلها الجيش الإسرائيلي من خلال الكارثة الإنسانية التي حصلت بالأمس أو المذبحة إذا جاز التعبير هو يعكس مدى الإلحاح الذي يجد الفلسطينيون في شمال غزة أنفسهم فيه الآن، وهم بحاجة لمزيد من الإغاثة العاجلة جدا. وأن نظرا لأن إسرائيل ما زالت يعني تضع العراقيل أمام إدخال المساعدات بالسرعة وبالحجم المطلوبين، فإنه الإدارة الأمريكية رأت أن هذا يعني أمر حتمي ويمكن ترتيبه ربما مع الأردن كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال عملية إنزال تشترك فيها يعني طائرات عسكرية. لكن الإدارة طبعا تدرك أنه مهما كانت هذه الطائرات ضخمة وكبيرة إلا أنها لن تستطيع أن تقدم يعني قافلة ما تقدمه قافلة واحدة برية من خلال المعابر مع مصر أو مع إسرائيل، ولذلك فإنها أيضا الإدارة تدرس هذا الأمر وتقول أنها لا زالت تتواصل مع الإسرائيليين، لكن بالطبع المسألة تحتاج إلى ضغوط حقيقية. وأعتقد أن إدارة بايدن لا تريد أن تستبق النقطة التوصل إلى اتفاق حتى يمكن لإسرائيل أن تكون أكثر ليونة في إدخال هذه المساعدات، لأنه هناك بالتأكيد إحساس بأن الإسرائيليين ربما يستخدمون هذه النقطة كورقة ضغط على حركة حماس كي تقوم بتسهيل أو يعني تقديم مزيد من التنازلات، وخصوصا ما يتعلق بقائمة الأسماء الرهائن. سنتحدث عن هذا بالتفصيل، لكن على ذكر هذه الضغوط على إسرائيل، إلى أي مدى ما حدث في دوار النابلسي المجزرة الدامية التي وصفتها الصحة الفلسطينية بهذا الوصف قد يعني تضغط على إسرائيل أي حلفاء إسرائيل وأمريكا تحديدا فيما يتعلق بالدفع نحو إنهاء هذه الحرب؟ يعني أعتقد أنه بالنسبة للأوروبيين التصريحات تتحدث عن نفسها، هناك نبرة غضب واضحة سواء من الفرنسيين أو البريطانيين أو الألمان أو غيرهم، الكل يعني يقول أنه نحن بصدد يعني كارثة كبرى ومأساة ضخمة على الإسرائيليين أن يعني يؤدوا أداء أفضل فيما يتعلق بالمفاوضات من ناحية وفيما يتعلق بتسهيل دخول المساعدات، لأن الناس على شفا المجاعة وإن لم يكونوا قد وقعوا فيها بالفعل. أما بالنسبة للإدارة الأمريكية فأعتقد أنها ما زالت تحاول أن تمسك العصا من المنتصف، أن تقدم وجها إنسانيا من خلال إسقاط المساعدات العاجلة، وتقول أنها تتحدث مع الإسرائيليين، لكنها في ذات الوقت هي غير قادرة، إدارة بايدن عاجزة عن أن تضغط أو تستخدم أوراقها الدبلوماسية أو حتى العسكرية من خلال التلويح بإجراءات يمكن أن تتخذها إدارة بايدن. وشاهدنا يعني خلال منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن كل ما تفعله هو مجرد يعني ذر للرماد في العيون، لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على حكومة نتنياهو المتطرفة التي يعني تتخذ كل إجراء معادي أو معارض لإدارة بايدن. يعني كما تفضلت مديرة مكتب العربية قبل قليل هي بالفعل تفعل ذلك لأنها يعني تجد نفسها في وضع لا يسمح لها من الناحية يعني الضغوط التي تمارس عليها من قبل اللوبي الإسرائيلي القوي جدا هنا في الولايات المتحدة، هي لا تستطيع أن تفعل شيء وهي في مرحلة انتخابات على الرغم من كل المخاطر التي تحيط بإدارة بايدن نتيجة مواقفه السلبية من الحرب واعتراض
معظم الشعب الأمريكي، 65% من الشعب الأمريكي يريد وقف هذه الحرب. شهدنا حتى الكنائس السود الكبيرة تعترض على هذا. نعم، وضحت هذه الفكرة. دعني أرحب بضيفنا من رام الله في هذا الحوار، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أنور رجب. أستاذ أنور، أرحب بك معنا دائما على شاشة الحدث. كنت أسأل الأستاذ طارق إن استمعت إلينا فيما يتعلق بما حصل بالمجزرة الدامية في دوار النابلسي بغزة، إلى أي مدى هذا الأمر قد يزيد الضغوط وتكون الضغوط جدية من قبل الإدارة الأمريكية أولا ومن الحلفاء لإسرائيل بالدفع باتجاه إنهاء هذه الحرب؟ مرحبا بك أخي الكريم وبضيفك أستاذ طارق الشامي ولمشاهدين القناة الكرام. يعني من الواضح أنه هذه المجزرة التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين، الجوع الذين ذهبوا للحصول على قوت يومهم الذي باتوا يفقدوه تماما، وبالتنسيق مع القوات، مع الجيش الإسرائيلي، لأنه لا يمكن أن تدخل أي مساعدات إلا من خلال التنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وبالرغم من ذلك مارست إسرائيل بطشها ووحشيتها تجاه الجوع في شمال قطاع غزة. أعتقد أنه هذه المجزرة ستزيد من حرج الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن تحديدا، في ظل تزايد الأصوات التي في الشارع الأمريكي التي تطالب وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب. ولكن أيضا من الواضح أنه هذه الضغوطات حتى الآن التي تمارسها الإدارة الأمريكية لم تؤثر على الميدان، على الواقع، وما زالت هذه الحكومة التي يقودها نتنياهو، الذي يحمل أجندة مختلفة وأجندة خاصة به وبائتلافه اليمين المتطرف، ما زالت مصرة على استمرار حملات الإبادة الجماعية وحملة التطهير العرقي في ضد الشعب الفلسطيني. ومن هنا قد تكون هذه المجزرة دافعا للدول أو المجتمع الدولي، وتحديدا الدول التي تشعر بالحرج من ممارسات إسرائيل الوحشية، من أن تزيد من البحث عن فرص إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة وأنه بات قطاع غزة يفتقر لكل مقومات الحياة على جميع الصعد والمستويات، بالتحديد في شمال قطاع غزة. الآن يتحدث الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية والعديد من الدول عن خيار آخر لإيصال المساعدات، وهو إنزال جو لهذه المساعدات على المواطنين في قطاع غزة وتحديدا في الشمال. هذه خطوة مهمة، على الأقل قد تنقذ بعض الأرواح من الموت جوعا، ولكنها لا يمكن أن تفي بالغرض، وهذه نقطة في بحر من احتياجات قطاع غزة. وضحت هذه الفكرة. فيما يتعلق بسير المفاوضات أستاذ أنور، المفاوضات يبدو هنالك البعض يقول بأنها يعني الطريق بات يعني شبه مسدود أمام هذه المفاوضات. كيف تصف الأمر من عندك، يعني من خلال قراءتك لما يحدث يوميا من تصريحات متبادلة بين حماس وإسرائيل؟ يعني حالة التفاؤل التي سادت طوال الأسبوع الماضي، وخاصة بعد تصريح الرئيس بايدن، والذي للأسف لم يكن في محله وتراجع عنه لاحقا، ونفته تصريحات من حركة حماس وأيضا من الجانب الإسرائيلي، ولكن واضح أننا دخلنا أيضا الآن في حالة من التعقيد مجددا، وربما يعني تلاشى الأمل، أو دعنا نقول تراجع الأمل في إتمام هذه الصفقة، لا سيما بعد مقتل 7 رهائن إسرائيليين بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والشروط التي وضعها نتنياهو مجددا في إطار الرد على هذا ومحاولته التملص. وكلنا نعرف أن نتنياهو لا مصلحة له في إتمام هذه الصفقة، بل هو يريد إطالة أمد هذه الحرب، وبالتالي الموقف الإسرائيلي الجديد الذي يطالب بقائمة بأسماء الرهائن الأحياء
واعتبر ذلك شرطا لاستمرار المفاوضات. وأعتقد أنه حتى هناك قرار أصبح بعدم ذهاب الوفد الإسرائيلي الذي كان من المتوقع أن يزور القاهرة خلال الأيام القادمة. هذا بالفعل سيعيق ويعرقل أي تطور للوصول إلى اتفاق أو إتمام هذه الصفقة. ولكن أيضا بالرغم من الحالة التي نشهدها، ربما يعني هذا المطلب لن يكون من العسير تجاوزه، خاصة أنه أيضا ممكن حركة حماس أن تطرح بالمقابل ضرورة معرفة أسماء وحالة الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم يوم 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر تحديدا في قطاع غزة. يعني دعني هنا أسأل الأستاذ طارق من واشنطن. أستاذ طارق، إلى أي مدى يمكن أن نقول هنالك تفاؤل أو تشاؤم فيما يتعلق بالمفاوضات، خاصة وأن الكثير من التقارير تفيد بأن الاتفاق أو اتفاق التبادل قد يوقع قبل بداية شهر رمضان؟ يعني أتصور أنه رغم يعني وجود عراقيل ما زالت قائمة، سواء من الجانب يعني من الجانب الفلسطيني أو الحماس ومن الجانب أيضا الإسرائيليين، إلا أنه يمكن جسر هذه الهوة من خلال يعني المزيد من الضغط على الطرفين، وهذا ما حاول يعني الرئيس بايدن من خلال اتصالاته بالمصريين والقطريين بالأمس أن يعني يساهم في مسألة حلحلة موقف حماس فيما يتعلق بهذه القائمة أو ربما تفاصيل أخرى ما زالت عالقة. لكن أيضا مطلوب من الإدارة الأمريكية أن تمارس ضغطا على الإسرائيليين كي يقدموا مزيد من يعني التفاهم والتنازل فيما يتعلق أيضا بمطالب حماس، لأنه هناك مطالب ما زالت مستمرة بأن يكون العدد أكثر من الإطار الذي قدمه الأمريكيون والمصريون والقطريون، وهو 400 يعني أسير فلسطيني مقابل 40 من الإسرائيليين المحتجزين في غزة. أعتقد أن هذا ربما يكون مطلبا مشروعا، وحماس تحاول الضغط للحصول على مزيد من التنازلات. والسؤال الآن هو ما إذا كانت إدارة بايدن قادرة على ممارسة أي ضغط على حكومة نتنياهو، أم أنها سوف يعني تحظى بصفعة أخرى من نتنياهو مثلما فعل في المرات السابقة. وكما تفضل ضيفكم الكريم أستاذ أنور من فلسطين، هو يتحدث يعني الرئيس بايدن ونتنياهو مصر على أن يعني يبذل كل ما يستطيع من أجل إبقائه في الحكم أطول فترة ممكنة، وهو غير عابئ يعني بالآخرين وبالضغوط الدولية. طالما غابت الضغوط الدولية وغابت الإدارة الأمريكية عن ممارسة أي ضغط حقيقي وفاعل، فسوف يواصل يعني اللعب بالنار وهو غير عابئ بأي شيء. جزيل الشكر لكما ضيفي الكريمين من واشنطن. كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، ومن رام الله الأستاذ أنور رجب الكاتب والمحلل السياسي أيضا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل تقرير أممي يسلط الضوء على انتهاكات الدعم السريع في السودان. تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟
شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لم ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ مرحبا مجددا. اتهم خبراء الأمم المتحدة في تقرير جديد قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها بأنها نفذت عمليات قتل واغتصاب عرقية واسعة النطاق أثناء سيطرتها على جزء كبير من غرب دارفور، وهو ما قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد المدنيين في السودان. دعا ياسر عنمان القيادي البارز في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، دعا قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان ديغلو إلى إدانة الجرائم التي تنفذها قوته في ولاية الجزيرة على حد قوله، معتبرا أن استمرار تلك الجرائم سيدفع الآلاف من شباب الجزيرة لحمل السلاح للدفاع، كما شدد على ضرورة تجنيب البلاد من الانزلاق لحرب إثنية مدمرة. بدوره دعا خالد عمر يوسف القيادي البارز أيضا في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، دعا حميتي إلى تنفيذ تعهدات قوات الدعم السريع الخاصة بملاحقة مرتكبي الانتهاكات في الجزيرة ومحاسبتهم. إلى ذلك حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن حياة السودانيين تحولت إلى كابوس مستمر مع ارتفاع حصيلة القتلى في السودان إلى 14600 شخص. وأكد تورك في بيان على أن الأرقام الفعلية للقتلى والجرحى أعلى من ذلك بكثير، موضحا أنها تشمل آلاف المدنيين ومن بينهم الكثير من النساء والأطفال. وذكر البيان أن الحرب في السودان استخدمت فيها أسلحة ذات تأثير واسع النطاق حتى في المناطق المكتظة بالسكان. وأشار المفوض الأممي إلى أن مكتبه تلقى تقارير عن تجنيد قوات الدعم لمئات الأطفال في دارفور، وهو الأمر الذي فعله الجيش السوداني أيضا في شرق السودان وفقا للبيان، محذرا من أن تسليح المدنيين يزيد من فرص انزلاق السودان إلى دوامة حرب أهلية طويلة الأمد. لمناقشة التطورات في السودان ينضم إلينا من ميلانو الدكتور فتحي أبو عمار رئيس تحرير صحيفة الوسط ميلانو، ومن القاهرة ينضم إلينا الأستاذ أحمد الدفينة رئيس قوى الوفاق الوطني السوداني. أرحب بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك الدكتور فتحي، لماذا لا يكترث الطرفان، هنا أقصد الجيش والدعم السريع، بهذه التحذيرات الأممية التي تحذر من تسليح الأطفال والمدنيين وضمهم إلى هذه الحرب التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا؟ التحيات الطيبات لكم أنتم جميعا في الحدث، والتحية المملوءة بالاحترام لضيفك المقابل. شكرا جزيلا للاستضافة سيدي. أولا لم يعد لدينا جيش بالمعنى الاحترافي لما تعنيه هذه الكلمة للجيوش والقوات المسلحة التي تحمي الحمى وتدافع عن جميع السودانيين بكل طوائفهم وفي جميع حدودهم. الديش عندنا، وأنا دائما أسميها الديش لأنها جاية من دوشة، هذا الديش تحول إلى كتائب مارقة، تحول إلى ميليشيات، تحول إلى مرتزقة، تحول إلى عمل غير احترافي، وآخرها أيضا رأينا أن الديش يتبنى تسليح بعض الكتائب من خارج المؤسسة العسكرية، بل يمنحهم أيضا لباس الدعم السريع مما يلتبس على الشعب السوداني. من الذي يقوم بهذه الانتهاكات؟ لأن هذا يجرنا للسؤال أن قوات الدعم السريع
السودانية المسلحة التابعة للقوات المسلحة السودانية والمؤسسة رسميا من دوائر الدولة كانت أيضا في قيادة الدولة، وكانت تحمل حمى وكانت تصلح بين القبائل وكانت تقدم المساعدات وكانت تحمل حدود. ما سمعنا أن هناك انتهاكات، وما سمعنا أن هناك أكل لحقوق الناس ولا لقطع الطرق ولا لاغتصاب النساء. وهذا الكلام نحن عرفناه من خلال شهادة قادة القوات المسلحة السودانية بشهادة البرهان، بشهادة الفريق كباشي، بشهادة الفريق ياسر العطا، بشهادة الفريق إبراهيم جابر، بشهادة كثير من البرلمانيين، بشهادة كثير من السياسيين، كثير من الناشطات التي يسمين أنفسهن أخوات نسيبة. إذن كيف بين ليلة وضحاها هؤلاء يفجرون في الخصومة إلى أبعد الحدود، ثم بعد ذلك يقولون لنا أن هؤلاء مجرد نهابين وقطاع طرق؟ لكن أيضا بالإشارة، أنا أرى أن هناك قائمة تدور في أروقة الإنترنت بأكثر من 60 قرية من قرى الجزيرة. طبعا انتبه، إجمالا نحن ندين أي انتهاك أو أي أخذ حق لمواطن سوداني مهما كان، سواء كان من الشمال أو من الغرب أو من الوسط، ولا يمكن لعاقل أن يدافع عن ذلك. لكن نحن ندافع عن الحق، ولهذا في دعائنا نقول اللهم انصر الحق مع من كان وأينما كان. لهذا هذه 60 قرية من قرى الجزيرة نحن نتحداهم على الهواء مباشرة أن يأتون بانتهاك واحد، أي 60 انتهاك. صوروا لنا انتهاك، أعطونا دليلا على أن قوات الدعم السريع المسلحة، أنا لا أسميها إلا ملفقات لتشويه السمعة لمصادرة حق القوات المسلحة التابعة للدعم السريع. لكن يا سيدي، أيضا كذلك المسألة الخاصة بانتهاكات الحقوق الإنسان اللي موجودة داخل الجزيرة، أيضا هناك كتائب، هناك أيضا مارقين، هناك أيضا ناس كشفوا وصوروا ودونوا ووثقوا أنهم يريدون أن يشوهوا سمعة الدعم السريع. دعنا نشك في هذا الحوار ضيفنا من القاهرة، ولكن قبل ذلك، يعني بالنهاية هذا جيش وله احترامه، وهو يمثل السودانيين بالنهاية قوات مسلحة، لكن فقط للتنويه هذا دكتور عمار. لا عفوا، لا يمثل السودانيين، لا يمثل جميع السودانيين. طيب أستاذ أحمد، أرحب بك معنا دائما، إن كان لديك أي تعليق قبل أن أوجه لك يعني السؤال التالي حول ما قاله ضيفنا من ميلانو. أولا التحية لك، وعبرك التحية لجميع مشاهدي قناة الحدث. أهلا بك. ودعني في البدء أن أترحم على جميع شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة وشهداء الشعب السوداني الذين راحوا ضحية من يدافع عنهم ضيفك الموجود في المقابل. أستاذي العزيز، دعني أتحدث إليك وأنا من ولاية الجزيرة، وكل أسى وكل يعني إذا ذهبت في هذا الاتجاه سأشخصن القضية أكثر من أنها قضية خاصة. أستاذي العزيز، أنا أتحدث إليك الآن وزوج أختي في معتقلات الدعم السريع، أتحدث إليك الآن ولدي يعني من أسرتي شهداء من قوات الدعم السريع من هذه الميليشيا. يتحدث هذا ضيفك هراء عن ما يسميه بقوات الدعم السريع، هذه الميليشيا التي رأينا ماذا فعلت لأهلي في ولاية الجزيرة. أنا الآن إذا جئت لشخص هذه القضية وهو وقع في براثن حديثه في الحديث عن 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 عن, عن ولاية الجزيرة تحديدا. ودعني أذهب إلى الأمام لأتحدث عن السودان، لأن الجيش السوداني، نحن نتحدث عن أمة هو لا يعلي ولا يعلم تاريخ هذه الأمة السودانية، 7000 عام قبل الميلاد لا يعرف تاريخها، لا يعرف تاريخ الجيش السوداني منذ التأسيس، الجيش السوداني الذي هاسم المستعمر، الجيش السوداني الذي وحد الدولة السودانية، الجيش السوداني الذي لولا هذه الميليشيا لما ذاقت الأمة السودانية ما ذاقته الآن. عن أي حديث يتحدث عن جيش سوداني وقفت معه الآن الأمة السودانية؟ نحن نرى حينما يدخل الدعم السريع إلى إحدى القرى أو إلى إحدى الولايات أو إلى إحدى المدن، ويخرج الشعب السوداني إلى يعني بيمشي وين؟ بيمشي إلى الجيش السوداني، بيمشي إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني.
أستاذي العزيز، أنا من هذه الولاية، ولاية الجزيرة، لدي مدينة تسمى مدينة رفاعة وحولها قرى، هؤلاء أهلي. الآن خرج من خرج منهم إلى المناطق الشمالية أو إلى المناطق الجنوبية أو إلى شرق السودان، ولم يذهبوا إلى مناطق سيطرة الدعم السريع، ولم يظلوا موجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع. وضحت الفكرة البقية ما الذي حصل لهم. نعم سيد أحمد، هنالك يعني هنالك انتقادات واتهامات لأن الجيش يسلح الأطفال ويسلح أيضا النساء والمدنيين، وهذا الأمر كذلك الدعم السريع كما ذكرنا في السؤال الأول، وهذا الأمر يعني حذرت منه الأمم المتحدة، وأن هذا سوف يذهب البلاد إلى دوامة حرب أهلية وإثنية وعرقية، كيف تعلق على هذا الأمر؟ أولا الجيش لا يسلح الأطفال، من يتسلح الآن لا يسلحهم الجيش، الآن من يسلحهم هو الشعب السوداني الذي يتسلح، المقاومة الشعبية والتي هي صمام أمان الشعب السوداني مع القوات المسلحة هي الموجودة الآن في الصف الأمامي، هم ليسوا أطفال، ونرى الفيديوهات ونرى يعني الوصايا الموجودين الذين يقاتلون من الأطفال، والذي يجند الأطفال هي الميليشيا، وهي التي تأتي بالأطفال من دول عديدة، يعني هذه الميليشيا وما نراه على الوسائط الآن. طيب. أستاذ العزيز أنا أتحدث إليك ولدي أخوين شقيقين الآن موجودين في داخل المقاومة الشعبية، ولدي أبناء العموم الموجودين في داخل المقاومة الشعبية، هم بالغون وراشدون ويعلمون ما الذي يفعلونه. المقاومة الشعبية ليست المكون الأساسي لها الجيش، ولكن هي ظهر الجيش، لأن هنالك قرى ومدن عزل لا يوجد بها جيش. الميليشيا دخلت إلى هذه القرى ليس بحثا عن الجيش، ولكن بحثا عن المواطن السوداني، بحثا هذه الميليشيا في أول أيامها، لما في أول أيام الحرب ما الذي فعلته؟ هل ذهبت إلى الجيش السوداني في وضحت الفكرة؟ لا، هي ذهبت إلى نستغل الوقت. هي ذهبت، دعني أكمل هذه الفكرة، ذهبت إلى المواطنين في منازلهم، ذهبت إلى تاريخ الدولة السودانية، مناطق التراث، ذهبت إلى أوراق الشعب السوداني وممتلكاته الأرض حول الأراضي والمباني، هذا ما ذهبت إليه الميليشيا، ذهبت إلى المواطن ولم تذهب إلى الجيش، فهذا ما دعا الشعب السوداني الآن إلى يحمل السلاح وإلى أن تقوم المقاومة الشعبية التي لن ترجع. هذه المقاومة شفناها وقاتلت هذه المقاومة قبل آلاف السنين. وضحت الفكرة أستاذ الكريم. كانت نفس المقاومة الشعبية. دكتور فتحي. وقاتلت المقاومة الشعبية المستعمر. نعم. وقاتلت. دعني يعني هنالك قليل من الوقت تبقى لدينا الدكتور فتحي، فيما يتعلق أيضا بالمساعدات الإنسانية، هنالك اتهامات عديدة للدعم السريع بأنه يمنع من وصولها، وهنالك الكثير من الأطفال الذين يموتون جوعا وفقا للتقارير من هناك، يعني دع كما يقولون يعني التحرك العسكري شغال بكل الولايات السودانية كما يقولون بالعامية، لكن الأطفال المدنيون ما ذنبهم من هذا الأمر؟ طيب سيدي لابد أن تعطيني تمنحني بعض الوقت الكافي. ليس لدي الوقت الكثير دكتور. طيب لابد أن أوضح هذه المقالطات التي تفضل بها الأخ المقابل للمشاهد يا سيدي. أولا أنا هنا أدافع عن شعبي، أريد أن أوضح قضية شعبي ليس إلا، أما قضية هذه الاتهامات بالعمالة وأنك لا تعرف تاريخ السودان وأنك لست بسوداني وأنكم لست، ألفناها هذه، ألفناها نحن وما عدنا نجرعها، يعني أصبحت مألوفة وهي أحاديث المفلسين. لكن أنا أريد أن أقول أن الجيش الذي قال عنه يدافع عن السودان ويدافع عن الأمة، أليس هو الجيش الذي قام بقتل 2.5 مليون في جنوب السودان وفي النهاية قال أن هؤلاء عملاء وأن هؤلاء مرتزقين وانفصاليين ولن نحاور جنوبنا؟ دكتور عمار ثم بعد ذلك عفوا دكتور فتحي اسمح لي دكتور فتحي لا نريد ان نشخصن الامور وان نفتح كما يقولون دفاتر الماضي. دعنا يعني ان نبقى في الحوار ارجوك، يعني الوقت يداهمنا، يعني ما الحل لوصول هذه المساعدات الإنسانية الان الى مناطق الاطفال والمدنيين الجوع؟
طيب، وإن كان الناس لما يفهمون هذه النشرة وهذه المداخلة سيفهمون بشكل خاطئ، لابد أن أوضح وسأتجاوز التوضيح. لكن يا سيدي، في قضية المساعدات، الأمم المتحدة على لسان توم بيريلو الذي عين أخيرا قال أن الجيش يمنع وصول المساعدات إلى غرب السودان، أي إلى كردفان ودارفور، وهاتين الولايتين هما اللذان يشكلان الأغلبية من سكان السودان، إذ بهما أكثر من 30 مليونا. وضيفك يقول لك لا، الشعب السوداني كله مع الجيش والحكومة. الجيش نفوا هذا الأمر، وهو وجه اتهامات أيضا للدعم السريع بهذا الأمر. وجه اتهامات، لكن الاتهامات لم يقولوا أنهم يمنعون المساعدات، وإن نزلوا إلى الأرض وقاموا بالتحقيقات يجدون غير ذلك. الطيران، طائرات الأنتونوف وسوخوي هي التي تقطع الطريق على المساعدات القادمة من كاد، وهي الطريق الوحيد. منعوها وباعوها في الأسواق حينما جاءت عن طريق البحر الأحمر. المساعدات التي أتت باسم الفقراء والمساكين والمحتاجين لم تذهب إلى مستحقيها، وبيعت في أسواق بورسودان وفي عطبرة، وأكلوها أصحاب المصارين الخضر بين قوسين صحة تعبير. لم تذهب إلى دارفور ولم تذهب إلى الجزيرة. بل الدعم السريع نرى أنه أيضا، وهذا واضح للجميع، أنه يقوم بتوزيع المساعدات بالأغطية والملابس والمشمعات والدواء، وهذا واضح ما قام به القائد العسكري. اعذرني على ضيق الوقت. شكرا لك دكتور فتحي أبو عمار، رئيس تحرير صحيفة الوسط من ميلانو، وكنت معنا من القاهرة الأستاذ أحمد الدفين، رئيس قوى الوفاق الوطني السوداني. اعذراني على ضيق الوقت، شكرا لكما مجددا. تسلمت الحكومة المصرية 5 مليارات دولار من الإمارات، تضاف لخمسة مليارات أخرى سبق دفعها ضمن الدفعة الأولى لمشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي. هذا وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال أن أو أعلن في وقت سابق أنه جرى التنسيق لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى الجنيه المصري. كما أضاف مدبولي أنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار مخصصة من الإمارات لمشروع تطوير رأس الحكمة. أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار أكدت أنها ستخفف من الضغوط على تدفق العملة الأجنبية. الوكالة الائتمانية أوضحت أن الصفقة ستساهم في تراجع التضخم على أساس سنوي بالنصف الثاني من العام الجاري بسبب أساس المقارنة المرتفع. وأضافت وكالة فيتش أن الصفقة ستسهل عملية تعديل سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما من شأنه وفق الوكالة الائتمانية توفير حافز لصندوق النقد للموافقة على برنامج دعم معزز للقاهرة. لكن الوكالة عادت وأشارت إلى أن مصر ستعاني من تحديات اقتصادية ومالية كالضغوط الكبيرة على الوضع الائتماني وضعف النمو خلال العامين الماليين 2024 و2025. أرحب بضيفنا من القاهرة الأستاذ مصباح قطب، المستشار الاقتصادي في جريدة المصري اليوم. أستاذ مصباح، مرحبا بك معنا دائما على شاشة الحدث. ما الذي تعنيه تصريحات فيتش الأخيرة، وما الذي سيعكسه ذلك على المواطن المصري؟ ربما يعني تضيف قدر مطلوب من العقلانية على عملية تقييم الوضع المالي والاقتصادي الموجود، بغض النظر عن آراء الناس المختلفة في وكالات التصنيف ومنها فيتش. فيتش في يعني بصيت حتى على الموقع بتاعها، بتقول زي ما حضرتك يعني شرحت، بتقول أيضا إنه الدين العام إلى الناتج نسبته في العام المالي، هي كاتبة كده نصا 2023 95%، ودي نسبة مرتفعة جدا. بتقول أيضا أنه الفوائد هتاخد من الإيرادات العامة سنة 2025 هتاخد 50%، وهي بالنص كده بتقول أن ده مستوى بالغ الارتفاع مقارنة بالدول الأخرى اللي بتعملها فيتش تصنيفات سيادية. الوكالة أخيرا يعني من وجهة نظري لم تتطرق، هي كانت في نوفمبر الماضي خفضت تصنيف مصر إلى B- ومستقر يعني،
وبالتالي لم تتطرق إلى يعني ما يمكن أن تؤثر به هذه الصفقة على التصنيف المقبل. وفي تقدير الشخصي أنها تنتظر أكثر من مما جاء من هذه الصفقة، تنتظر إشارات من صندوق النادي الدولي إذا كان سيتجاوب مع هذا الحدث، ومصر بدورها تعمل قدر من المرونة في سعر الصرف، وبالتالي الصندوق يوصل لاتفاق جديد. هو ده اللي ممكن يخلي فيتش يعني تتحرك أكثر في اتجاه تصنيف مصر بطريقة أفضل من التصنيف الموجود. ويمكن النقطة الأخيرة المتعلقة برضو بموضوع فيتش هي طبعا تكلمت عن تحديات مالية واقتصادية. صحيح. أنا في تقديري من المصادفات الغريبة كده أنه بكرة مجلس الشيوخ سيناقش يعني تقرير كده عن متابعة الأداء اللي في العام المالي المنتهي 2023، ويمكن يعني من مهم جدا يعني التفاصيل قدام صانع القرار المصري أفضل حتى مما يأتي من أي جهة أخرى. التقرير ده بيقول ببساطة أن معدل الاستثمار في العام ده كان 13%، فمسألة ضعيفة للغاية، اللي هو يعني منتهي 30 يونيو 23. مساهمة القطاع الخاص 25%، وأنا بقول لحضرتك على الرغم أن أنا يعني يساري الهوى، أنا بقول ليس ذلك في مصلحة مصر على الإطلاق. القطاع الخاص كانت وصلت مساهمته في الاستثمارات الكلية لحوالي 60% قبل 2011. الخبر السيء جدا الحقيقة، وده بيبين قد إيه الأزمة شكلها في مصر، أنه الصناعة نمت بالسالب 3.4%، والصناعات الاستخراجية نمت بالسالب 1.3% في العام المالي الماضي. ويمكن آخر نقطة في المجال ده، أنا بس بدي ملمح، هي فيتش اتكلمت عن تحديات مالية واقتصادية، أنه الاستثمارات اللي تمت في مجالي الزراعة والصناعة أقل بكثير من نصف ما أنفق على النقل والتخزين. صحيح النقل مسألة جدا مهمة في مصر وحصل فيها تطور جبار، ولا يمكن لبلد أنه يعمل بنية تحتية، بيعمل استثمار كويس وحياة مستوى حقيقي إلا بنية تحتية قوية وكذا، لكن كونك أنت تعمل هذا الاستثمار الضخم في القطاع ده وتهم القطاعات أخرى ولا تفتح بقى المجال للاستثمارات المحلية أولا والخارجية وتزيل البيروقراطية والعوائق والأخوة، يبقى فيه مشكلة حتستمر معانا يعني. طب ما المتوقع يعني من السلطات المصرية يعني كرد على يعني التقرير الذي قالت فيتش بأنه كما ذكرت حضرتك تحديات مالية واقتصادية خلال العامين الماليين القادمين؟ ما الذي يمكن أن تفعله السلطات المصرية المختصة إزاء هذا الموضوع؟ يعني خطوات، سيناريوهات، ماذا؟ الحقيقة النقطة الأهم اللي أحب أقولها عشان برضو يعني إيه لا ندخل، هي كل الناس مرحبة إلى حد كبير، أنا مش متحدث باسم حد يعني، بهذه الصفقة المهمة جدا يعني استثمار أجنبي ده. فيتش كانت متوقعة مصر يجي لها 12 مليار دولار، فأنت جاي لك فيش ماني 24 مليار دولار عشان بس فيه تناقضات، ده اللي يقينا حيدخل مصر هذا العام. فأقصد أقول في حاجات جيدة جدا في الصفقة، لكن في نفس الوقت الالتزامات الخارجية على مصر تفوق حتى المبلغ اللي جاي، إذا قلنا 24 مليار وحتى حيجي من مصادر أخرى 10 مليار دولار، إحنا قدامنا حوالي 42 مليار دولار التزامات في 2024، من حاجات الناس ما تفكرش فيها مستحقات المستثمرين وشركات البترول وشركات الطيران إلى آخره. النقطة الثانية اللي أنا بخشى برضو أن إحنا يعني تاخدنا في اتجاه عاطفي شوية، أنه حصل تعديل قانوني في قانون المالية العامة الموحد منذ أيام هيخلي الموارد واستخدامات الهيئات الاقتصادية تضاف إلى موازنة الحكومة العامة، بما يجعل المؤشرات المالية شكلها حلو، وما فيش حاجة هتضاف إلى الاقتصاد بشكل حقيقي، لكن فجايز ده يريحنا بقى نفسيا ونعتقد أن إحنا، لكن المطلوب مننا برضو حصل عليه قدر كبير جدا من التوافق. أنا يمكن في مصر اليوم وفي مؤسسات تانية وحوارات أخرى كان في اتفاق عام على الترحيب بالصفقة، ثانيا أنها يجب أن تكون نقطة انطلاق إلى تغيير في السياسات الاقتصادية، وبصفة خاصة فيما ما يلي من وجهة نظر يعني. أول حاجة الإصلاح المؤسسي، يعني في حالة عدم رضا بين أطراف كتيرة جدا في المجتمع عن طريقة اتخاذ القرار في مصر في المؤسسات والكيانات المختلفة، واقترح الحوار الوطني إنشاء مجلس استشاري اقتصادي للرئيس زي اللي كان موجود من عهد أوباما في الولايات المتحدة الأمريكية. الحاجة الثانية برضو اللي عليها توافق كبير جدا هي موضوع وحدة الموازنة العامة، ويبقى كل الإيرادات تخش في وعاء واحد وتخرج يعني من مكان واحد تحت رقابة قوية من الصحافة ومن البرلمان. والحاجة اللي بعد كده هي صياغة أولويات سليمة. يمكن أنا أديت مثلا من شوية على الاختلال ما بين الإنفاق على النقل والتخزين على أهميتهم والاستثمار على في الزراعة والصناعة، فبالتالي احنا محتاجين نعيد النظر في الأولويات. من حسن الحظ الحقيقة أن الحكومة
قللت الانفاق الاستثماري العام في الخطة اللي جاية ب 15%. طب أستاذ مصباح، يعني لدي أقل من دقيقة، متى يمكن أن يشعر المواطن المصري بانعكاسات إيجابية، وهل سيشعر فعلا نتيجة هذه الصفقة؟ هو في قدر من التهدئة. فيتش أشارت لأنه سعر الصرف كان وصل إلى 60، أقول كلامها تحديدا برضو في البيان على صفحتها، 60 و70 جنيه، دلوقتي بقى أقل من 50. ده شوية يعني نلمس قدر من الارتياح في الهدوء في الأسواق بمعنى أدق، سواء أسواق العملة نفسها في السوق الموازي أو في أسواق السلع. الفوران اليوم اللي كان بيحصل ده الحقيقة يعني قل الآن، لكن بقول مرة أخرى ما لم يكن هناك إعادة صياغة للسياسات الاقتصادية والتوجهات وعمل الإصلاحات الوطنية المطلوبة هنظل يعني نعاني كثيرا. جزيل الشكر لحضرتك، كنت معنا من القاهرة الأستاذ مصباح قطب المستشار الاقتصادي في جريدة المصري اليوم، شكرا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات. دقائق قليلة وأعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة، إلى اللقاء. الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحداثة. اعرف الأخبار وتابع الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. ليلة ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات، بحثاً عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً 17:00 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم، هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية
كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هناك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عكار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداثا صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. رغم الحديث عن ضعف المشاركة، علم رسمي يقول أن الإقبال على انتخابات البرلمان ومجلس القيادة في إيران تجاوزت 40%. مقتل أحد مستشاري الحرس الثوري بالضربة الإسرائيلية على بانياس في سوريا. الأمن التونسي يعتقل 11 متشددا تورطوا في قضية التسفير إلى بؤر التوتر. مرحبا بكم في الساعة الثانية من جولتنا الإخبارية. هذه تنظر المؤسسة السياسية في إيران إلى الانتخابات والإقبال عليها على أنها اختبار لشعبية النظام، لذا كان الاهتمام الكبير من جانب المرشد الأعلى والمسؤولين الإيرانيين لحث الإيرانيين على المشاركة في أول استحقاق منذ الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني. اليوم أدلى الناخبون الإيرانيون بأصواتهم لاختيار برلمان جديد ومجلس خبراء القيادة الذي سيوكل له مهمة اختيار خليفة المرشد الحالي. الإعلام الرسمي نقل عن مسؤولين أن المشاركة جاءت جيدة، وأفاد إعلام رسمي قبل قليل بأن نسبة المشاركة بلغت 40%، لكن شهود عيان قالوا أن أغلب مراكز الاقتراع في طهران وعدة مدن أخرى كان الإقبال فيها ضعيفا، وهو ما تسبب فيما يبدو في مد التصويت 3 مرات. مجلس خبراء القيادة في إيران هو مجلس يهدف وفق الدستور الإيراني إلى اختيار القيادات ومراقبة أدائها. يتكون من 88 شخصا يسمون فقهاء ويتمتعون بخبرات فقهية خاصة مهمته الأساسية وفق الدستور تعيين المرشد وعزله ومراقبة أدائه. مدة ولايته 8 أعوام، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، حيث تتمثل
كل محافظة بعضو واحد طالما كان عدد سكانها نصف مليون نسمة، وكلما زادت الكثافة عن ذلك زاد عدد الممثلين. يجب أن يكون أعضاء المجلس حاصلين على تأهيل في العلوم الدينية وقادرين على الاجتهاد في الأمور الفقهية. مجلس خبراء القيادة تأسس مع تأسيس الجمهورية الإيرانية، وبعد وفاة الخميني المؤسس والزعيم الأول انتخب المجلس علي خامنئي مرشدا مؤقتا للبلاد في 4 يونيو عام 1989 وفي 6 أغسطس من العام ذاته، وبعد تغيير الدستور والاستفتاء المتعلق به اختار المجلس خامنئي مرشدا دائما للبلاد. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مصدق بور، ومن لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر، ومن عمان الدكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أرحب بكم ضيوفي جميعا على شاشة الحدث. أبدأ من عندك من طهران الأستاذ مصدق بور، يعني هنالك لا زالت الجدالات والتساؤلات حول ضعف الإقبال على هذه الانتخابات، والآن هنالك إعلام رسمي يقول بأن النسبة يعني تبدو جيدة. كيف يمكن أن نفهم هذا يعني هذه التساؤلات حول الإقبال الضعيف والإقبال المتزايد؟ نعم شكرا، أهلا بك. طبعا خلافا توقعت حتى توقعاتي أنا شخصيا، وشاهدت عن كثب أيضا عن الذين يتحدثون وحول نسبة المشاركة وهم خارج إيران وفي أماكن مغلقة، أنا شاهدت عن كثب، يعني زرت عدة مواقع، يعني عدة مراكز للتصويت، كانت هناك يعني نسبة ملحوظة، ربما هي أقل من الدورة السابقة ولكن لم تكن يعني كما كان متوقعا حتى من قبلني. يعني اليوم المصادر الرسمية طبعا حتى الآن بدأت فرز الأصوات هي جرت توا، ويجب أن ننتظر، وسوف تعلن على مراحل، يعني ابتداء من المحافظات ثم المحافظات الأكبر نسبة سكانيا والعاصمة أيضا، ربما تتأخر لساعات أكثر حتى، ولكن المحافظات الأخرى قليلة السكان ستعلن تباعا يعني من غدا، من يوم غد صباحا. يجب أن ننتظر ونلاحظ يعني ما هي النسبة، ولكن الصحف وكالات الأنباء مقربة من النظام أعلنت أن نسبة المشاركة كانت حوالي 41% حاليا يعني توقعاتها، ومن طهران 24% يعني العاصمة 24% وفي طهران. طبعا احنا دائما في كل انتخابات يعني الجناح او التيار المبدئي وعلى الاقل يحتفظ بنفسه ب 30 ربما 30% يعني من الاصوات الموجوده في القرى والمدن النائيه وحتى في داخل العاصمه، هذا الشيء دائما محفوظ يعني، ولكن يجب ان نعرف ما هي الارقام الاضافيه الى هذه 30%. هذه الانتخابات ايضا وخلافا لما يقال انها كانت بمشاركة شريحة واحدة أو طائفة سياسية واحدة، كلا صحيح، يعني هم يسمون بالمبدئين، ولكن اليوم هناك انشقاق وهناك انقسامات في داخل التيار المبدئي بين معتدل وبين متشدد، دائما تتشكل وتتبلور تحالفات عشية كل الانتخابات وتستمر إلى. سنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل في المحور الثاني، لكن دعني أسأل هنا الأستاذ عارف. أستاذ عارف، يعني لا زال هنالك الكثير من الجدل حول نسبة الإقبال يعني على هذه الانتخابات، وهناك من يقول بأن الإقبال على هذه الانتخابات طبيعة كان عاليا أم ضعيفا يحدد شرعية النظام ولدى الشعب الإيراني. كيف يمكن التعليق على هذا الأمر؟
تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام ومشاهدي الحدث الأفاضل. الواقع نحن نعلم بأن الثورة الإيرانية والنظام الإيراني عادة ما اعتمد على الوسائل الشعبوية لتنفيذ أو ربما للتسويق إلى شرعيته، وربما المظاهرات ذكرى الثورة وحتى ربما تشيع الجنائز إضافة إلى ربما جوانب ديمقراطية مثل الانتخابات وغيرها، هي الجوانب التي اعتمد عليها لبيان مدى شرعيته ومدى قبولها بين الشارع. لذلك أنا أعتقد بأن اليوم هذه النسبة التي الآن باتت يتداولها الإعلان الرسمي هي أن ربما النسب المحسومة سلفا والنسب التي روج لها النظام حتى قبل الانتخابات. لذلك أتوقع بأن هذه النسبة التي تتراوح بين 40 حتى 45% هي لا تؤكد مدى المشاركة الشعبية، وآلاف الأفلام التي خرجت من جميع مدن إيران حتى من أقصاها إلى أقصاها والتي كلها أكدت أن نسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا. والأهم من مدى نسبة المشاركة نعتقد أن هنالك جانب مهم جدا وهو مأسسة الاحتجاج، بمعنى أن هذا الاحتجاج الصامت هو مؤسس وتم أسست من قبل نقابات المعلمين ومن قبل الكثير من النقابات والأحزاب السياسية وحتى التشكلات الغير رسمية التي موجودة بكل أنحاء إيران. نعم دكتور نبيل، أرحب بك معنا دائما. فيما يتعلق بهذا الأمر كيف تعلق عليه، كما ذكرنا مع الأستاذ عارف بأن دائما هذه الانتخابات تحدد مشروعية النظام وشرعية النظام، والسؤال هنا الإضافي لحضرتك، يعني لماذا لم تقبل إيران بوجود هيئة مستقلة كما تقول التقارير للمراقبة على هذه الانتخابات؟ مساء الخير أستاذ بصير، تحية لك ولضيوفك الأعزاء. يعني في واقع الأمر هي هذه الانتخابات هي مؤشر مهم للتأكيد على شرعية النظام الإيراني. كما تعلم الآن المسموح لهم بالتصويت في إيران 61 مليون مواطن، الآن جل هؤلاء ما عاصروا لا الثورة الإسلامية ولم يعاصروا الحرب العراقية الإيرانية، هم عاصروا الأحداث الجسام والمآسي التي مر بها الشعب الإيراني من تدخلات إيرانية عبر الأزمات الإقليمية وإنفاق عشرات المليارات على المداخل هذه الأزمات على حساب الشعب الإيراني. عاصروا الفقر، 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، 13 مليون إيراني يعانون من فقر غذائي غير مسبوق، 7 مليون إيراني يعيشون بيوت الصفيح، عايشوا بالتضخم اللي وصل إلى أكثر من 89%، عايشوا رحلة انهيار التومن الإيراني اللي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، الدولار وصل إلى 62 ألف تومن. وبالتالي ماذا ينتظر من هذا الشعب؟ عاصروا أيضا عمليات الإعدام غير مسبوقة، بحيث أنه إيران تصدرت قائمة الإعدامات في العالم، وأيضا 50% من 61 مليون هم من النساء، قمع للحريات، موضوع الحجاب والحقوق السياسية للمرأة وغير ذلك من هذه الجوانب. وبالتالي أنا بتوقع أنه هذه أمام هذه المتغيرات والمعطيات نشهد حالة غير مسبوقة من عدم إقبال الشعب الإيراني على هذه الانتخابات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا هذه القطاعات الشعبية عاصرت الدور المخيف لمجلس صيانة الدستور أو ما يعرف بشوراي نقهبان اللي حجب أكثر من 48% من المرشحين واعتبرهم فاقد الأهلية. تصور بصير أنه حسن روحاني الرئيس الإيراني اللي حكم إيران لفترتين متتاليتين عبر رئاسة الجمهورية وكان عضو مجلس خبراء لمدة 3 دورات حرم من الانتخابات، محمود علوي اللي كان وزير للمخابرات الإيراني أيضا يعتبر فاقد للأهلية. وبالتالي يعني إحنا هذه الانتخابات بتذكرني بصير بنقطة مهمة، يعني المشهد في إيران هو أشبه بمطعم بتدخل عليه بتشوف المنيو بتلاقي أنه هنالك 200 نوع من الطعام، لكن في نهاية المطاف لا يسمح لك إلا باختيار نوعين منزوعي الدسم. سنسأل أمام الأستاذ مصدق، مؤسسات الدولة نعم. بيد التيار المحافظ والتيار المتشدد. ونقطة أخيرة أنه أهمية هذه الانتخابات، الضيف في طهران كنت أتمنى أن يركز على هذه النقطة، سوف يعنى مش تعيين هو
المصادقة على اختيار المرشد لأنه تم اختياره فعليا. سأتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل مع حضراتكم دكتور نبيل عن هذا الاختيار المرشد وماذا سيفعل مجلس الخبراء. دعني هنا أسأل الأستاذ مصدق. أستاذ مصدق، فيما يتعلق يعني التقارير تقول بأن النظام استبعد آلاف المرشحين من التيار الإصلاحي، نريد أن نفهم الأسباب. النظام الانتخابي في إيران يختلف عن بقية الدول. أولا إذا أردنا أن نقارن، لا توجد انتخابات في هذا البلد في هذه المنطقة مطلقا، يعني ركاد ترى ولا أحد يتكلم ولا ضيفين يتكلمان. أنا دائما أشاهد هذين الضيفين، يعني أنا لا أعرف لماذا، يعني هناك ندرة في المعارضة، هناك معارضين كثر لنا يعني في كل العالم، أتمنى أن تستضيفهم. دائما إحنا نجد هذين الضيفين وهم يتحدثون نفس الكلام، يعني في فترة الانتخابات السابقة نتذكر الأستاذ نبيل وأيضا الأخ، هم عندما انتخب روحاني في الانتخابات الرئاسية حكوا نفس الكلام ضد روحاني، يعني هم يدافعون عن روحاني. وبالعكس يعني أنا أيضا لو انتخبت رئيسا للجمهورية لو كانوا الآن أصدقاء معي أيضا سوف ينتقدون ويواجهون، يعني هذا طبعهم للأسف، يعني ولا يتحدثون وفق المعطيات والحقائق. النظام الانتخابي في إيران يختلف عن بقية الأنظمة. أولا قبل أي انتخابات يقدر يعني الظروف، ظروف المرحلة المقبلة، ما هي ظروف المرحلة المقبلة وما هي أهم التحديات المقبلة، وبالتالي تحدد معايير على هذا الأساس ويختار الرجل لهذه المرحلة ويختار مرشحين تتوافر فيهم هذه الشروط وهذه القيم لكي يديروا هذه المرحلة. موضوع السيد روحاني هو لم يقصى من النظام، هو أقصى حاليا من هذا المجلس، لأنه هناك ظروف حساسة جدا ويجب أن لا يكون أقل شر في داخل هذه المؤسسة التي هي تعين قائد الثورة. ثم الحديث عن أن يأتي مشتبه خامنئي ابن القائد وهو يسعى في هذا الاتجاه، هذا الكلام مهزلة أساسا، هذا الكلام غير صحيح مطلقا ولن يحدث، والمستقبل أيضا سيحكم بيننا أساسا، هذا الشيء غير صحيح. إيران دولة مؤسسات، وبالتالي ينتخب، يعني هذه القيم هي التي يعني تحدد نوع المرشحين الذين يجب أن يأتوا، لهذا السبب يكون الإقصاء. ثم أن السيد روحاني الرئيس وأيضا جماعته هم قاطعوا المشاركة، يعني الترشح في هذه الانتخابات، ولكنهم ذهبوا وأدلوا بأصواتهم. حتى شقيقة رئيس الوزراء السابق في الحسين موسوي موجود في المنفى حد الآن وللأسف، هي أيضا ذهبت وشاركت في وأدت بالصوت. السيد هادي خامنئي شقيق القائد وأيضا من جهة أخرى وأيضا شارك، السيد أحمد خاتم، محمد خاتم الرئيس السابق، وسيد أحمد نجاد، الكل شاركوا. إذن هذا النظام يعني يعمل حسب ظروفه، يعني نحن أمام ظروف حاليا، يعني المرحلة المقبلة هي أصعب مرحلة تمر بها إيران، يعني التكالب الأمريكي تستهدف وإسرائيل تستهدف لا فقط. صحيح، وهذا موضوع أيضا محور آخر سنناقشه. لك كل الاحترام أستاذ مصدق ولضيوفنا، يعني أيضا كل الاحترام، دائما نحن نختار ضيوفنا بعناية، بالتالي لكم كل الاحترام ولضيوفنا أيضا جميعا كل الاحترام. أنتقل الآن إلى الأستاذ عارف. أستاذ عارف، يعني هذا الاستبعاد أثار الكثير من التساؤلات، يعني البعض يقول أكثر من 30,000 مرشح يعني من التيار الإصلاحي، كيف تعلق على هذا الأمر؟ الواقع أنا أعتقد بأن من تم استبعادهم من قبل مجلس صيانة الدستور يمتلكون العقلية التي يمتلكها ضيفكم، هذه العقلية الإخصائية والتي حتى تتدخل بما لا يعنيها حتى باختيار الضيوف. كيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بالجانب الذي يحكم البلاد
ويريد أن ينفذ مشاريعه الخطيرة للشعب الإيراني بكل أطيافه. لذلك أنا أعتقد بأن هذا الأمر ناتج من أن هنالك عقلية إخصائية موجودة في إيران ولدى فريق يريد أن يمتلك كل الصلاحيات لنفسه، يريد أن يمرر مشروعه الخطير بتوريث الحكم أو العبور إلى حلقة مشهد التي ربما باتت تسيطر على مجلس الخبراء. للعلم مثلا فيما يتعلق بخمسة عشر ألف ربما مرشح، هؤلاء يتعلقون بالبرلمان، أما فيما يتعلق بمجلس الخبراء هنالك كارثة حدثت، بمعنى أن تم ترشيح 514 مرشح لم يوافق على ثلثي هؤلاء، وتم ربما المصادقة على أهلية 144 ل 88 مقعد، بمعنى أن ربما يتنافسان شخصين لمقعد واحد، وفي بعض المحافظات مثل أذربيجان وبندر عباس وخراسان لا يوجد منافس إلى الطرف المقابل، مثلا إبراهيم رئيسي ترشح عن خراسان ولم يترشح أي شخص معه. لذلك هنالك عقلية إقصائية هي التي باتت أو تريد أن تهيمن البلاد على البلاد، لكنما العقلية الإيرانية والتحضر الذي موجود في الشعوب المختلفة في إيران من دون أدنى شك بأنها تقف بالمرصاد لهذه العقلية وتسحقها، كما قامت بهذه الثورة الأخيرة التي رأيناها خرجت بكل الشعوب في إيران، بكردها وعربها وبلوشها وفرسها. وبالتالي نعتقد أن لم تستطع بالثورة الأخيرة تسحق هذه العمائم، ستسحقها إن شاء الله بالثورة القادمة. طيب دكتور نبيل، مع أي من الطرحين، طرح الأستاذ مصدق أم طرح الأستاذ عارف، حول الأسباب التي أدت إلى استبعاد الآلاف من المترشحين من التيار الإصلاحي؟ يعني أنا أتفق مع الأستاذ عارف فيما طرحه، يعني أنا بتمنى من الأخ مصدق بور أن يتابع الإعلام الإيراني بشكل أكبر وبشكل أوضح. احنا درسنا في إيران ونتقن اللغة الفارسية، ودرست برنامج الشؤون الإيرانية، وكما تطلقون عليه في علم السياسة في إيران دروغ شناسي أو علم دراسة الكذب. فإحنا الآن لنبتعد ولنكون علميين في هذا الأمر. يعني اللي بتحدث عن خلافة خامنئي وتنصيب مجتبى، تحدث عنه الرئيس السابق أحمد نجاد، تحدث عنه محمد خاتمي، تحدث عنه مهدي كروبي في الرسالة المشهورة اللي أطلقها من خلال الإقامة الجبرية اللي هو الآن يقبع بها، وتحدث عنه أيضا عدد من المسؤولين الإيرانيين الكثر، محمد خاتمي تحدث عنه، وبالتالي رئيس ونائب رئيس جمعية الحوزات العلمية في قم أول من أمس تحدث عنه في وسائل الإعلام الإيرانية. هذا أمر مش سري، وهنالك عدد من السيناريوهات التي تطرح. الآن بصير الثورة تأكل أبنائها وتطحن أبنائها في إيران. يعني الآن هم يضيقون ذرعا بحتى القيادات الإيرانية السابقة. الأخ مصدق بور بيقول لك الآن في ظروف حساسة منعت ترشيح حسن روحاني، حسن روحاني اللي كان أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، رجل المخابرات وعضو مجلس الخبراء لثلاث دورات ورئيس جمهورية لدورتين، يعني الآن الظروف لا تسمح. إذن ما هي الظروف القادمة على إيران؟ هي تعيين المرشد، وإحنا أمام خيارين. أنا بديش أطرح في هذا الأمر إبراهيم رئيسي أو مجتبى خامنئي أو ضمن سياسة تدوير الكرسي كما طرحوا على الغرار روسيا ميدفيديف وبوتين في هذا الأمر. الأمر الثاني إنه إحنا الآن نتحدث عن لا يوجد هنالك حريات في إيران. الآن حتى الشعب الإيراني ضاق ذرعا، يعني هو الآن لما بيجي بنزل الشعب الإيراني الاحتجاجات، بدي أذكر الأخ مصدق بور بال2017 وال2020 وال2022 اللي حدثت في إيران، نزل الشارع الإيراني وتحدثوا بشكل واضح، رفضوا الإصلاحيين ورفضوا المحافظين، وحتى رفضوا الشعارات اللي بيقودها الحرس الثوري الإيراني الذي يتحكم بمقاليد السلطة الخارجية. نعم. يعني إحنا اليوم نتحدث مش المهمة وانتخابات مجلس الشورى ووصول 290 مرشح، الآن الخطورة هو في مجلس الخبراء. مجلس الخبراء وهذا ما سنتحدث عنه بعد هذا الطرح وبعد هذا عمر نعم ستبقون معي فقط. نقطة تفضل دكتور نبيل، تفضل نقطة أخيرة.
يعني بصير رح يكون عمر المرشد 93 سنة وهو يعاني من 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 أمراض عديدة، يعني طولة العمر للجميع، لكن في نهاية المطاف مجلس الخبراء الحالي هو من سوف يتم فرض عليه المرشد القادم لإيران، يعني مرحلة قادمة خطيرة جدا، هو دور المرشد، يعني هذا هو اختيار المرشد، وهذه درجة حساسية هذه الانتخابات. تفضلوا بالبقاء معي ضيوفي الكرام ونذهب إلى هذا العرض. إذن في 3 يونيو 1989 توفي المرشد الأول لإيران الخميني. كان التحدي كبيرا، فالجمهورية تبلغ عقدا من العمر فقط، معظمه قضته في الحروب والأزمات، وفي العادة موت المؤسسين هو تحد بحجم التأسيس، فكيف إذا كان في زمن كذلك الزمن؟ في بدايات ذلك العام طلب الخميني تشكيل لجنة لتعديل الدستور، ضمت رئيس الجمهورية خامنئي ورئيس مجلس الشورى هاشمي رفسنجاني ورئيس مجلس خبراء القيادة آية الله علي بشكيني. لم يتدخل الخميني في عمل اللجنة إلا فيما يتعلق بالقيادة قائلا: لا يمكن ترك نظامنا الإسلامي بدون إشراف، علينا انتخاب شخص يمكنه أن يدافع عن دورنا الرائد وسط السياسة العالمية. ثم يكمل: أصررت من البداية على ألا ضرورة لشرط المرجعية، فالعالم التقي المجتهد المنتخب من مجلس الخبراء هو ما نحتاجه، وطالما أن الشعب هو من انتخب مجلس الخبراء والمجلس صادق على شخص ما كقائد لن يكون هناك داع للنقاش. ما هذا الخميني لانتقال سلس للقيادة في الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام العالمية خصوصا الغربية تضج بالتوقعات والتحليلات والسيناريوهات؟ فقد أدت الخلافات بين الخميني وخليفته المنتظر حسين منتظري إلى عزل الأخير دون تعيين آخر، وبعد وفاة المؤسس خرج الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني والذي كان حينها رئيسا للبرلمان ليقول إن الخميني لما سأله عن من يخلفه وهو على فراش الموت أجاب بأن خامنئي موجود. لم يكن لدى مجلس الخبراء تجربة سابقة بمثل هذه الظروف، يصح القول بأن المجلس دشن للمرة الأولى، فكان الأعضاء كالضائعين أمام ثقل المهمة وصعوبة الاختيار. ففي مجلس الخبراء اختلف الأعضاء بين طرحين، واحد يدعو لاختيار مجلس قيادة يكون فيه كل من رئيس مجلس الخبراء مشكيني والسيد عبد الكريم موسوي ورئيس الجمهورية خامنئي، وطرح آخر يدعو لانتخاب ولي فقيه واحد. الغلبة كانت لأصحاب نظرية الولي الفقيه الواحد، وعندها طرح المجلس اسمان: آية الله كلبكاني والرئيس خامنئي. تصدى هاشمي رفسنجاني حينها للحظة المفصلية وقال ما في جعبته، كذلك فعل أحمد نجل الخميني وأقرب مساعديه. وهكذا مر الاختبار الأول لمجلس خبراء القيادة وسط تساؤلات كيف يمر الاختبار التالي. أعود إلى ضيوفي الكرام وأسألك أستاذ مصدق، كيف يمكن أن يكون هذا الاختبار؟ أنا أعتقد يعني أنا في من وجهة نظري، أولا القائد كما تفضل السيد نبيه يعني هذا المجلس هو أكيد سوف يعين القائد، يعني في إشارة إلى أن القائد هو منتهي صحيا. أنا أعتقد القائد اليوم هو رد على هذا الكلام، يعني وجه رسالة لكل العالم عندما ظهر أمام الصندوق الانتخابي ودخل إلى الصالة، هذه المرة لم يحمل العصا معه، هو أراد أن يقول أنا في كامل صحتي، وما يقال بأن هذا المجلس حساس وأنا حريص لكي يكون ابني خليفة لي أو يكون أي شخص مثلا أنا أريده، وبالتالي هو أراد أن يرد على هذه التهمات وهذه الأكاذيب، وظهر وفي كامل الصحة، ولا أعتقد يعني سوف تكون هناك حاجة. أما إذا لا سمح الله الأعمار بيد الله، وهذا شيء جميعنا، أنا أعتقد يعني سوف يكون هناك مجلس قيادي، يتشكل مجلس قيادي، ثم أن هذا المجلس هو لا يقوم بعمل تنفيذي أو يشرف، يعني في السابق هو لماذا يعني تأسس هذا المجلس؟ كان هنا شاه ملك
يحكم، ولكن لم تكن هناك السلطة إسلامية أو سلطة شعبية تمثل الشعب يعني تشرف على أعمال الدكتاتور كان. وبالتالي الإمام الخميني رحمه الله من أجل أن يكون دائما تكون هناك دائما مراقبة، يجب أن يكون هناك مجلس أو قائد يعني يلتزم به المعايير والقوانين الإسلامية. طيب. ويطابق بين هذه القوانين. لضيق وقتنا أستاذ مصدق، دعني هنا أسأل السؤال ذاته للأستاذ عارف. أستاذ عارف، يعني كيف سيتم أو كيف سيكون الشكل أو السيناريوهات أمام هذا المجلس الجديد وكيفية الاختيار كيف ستكون؟ الواقع هنالك دستوريا هنالك طريقتين أساسيتين. طبعا اليمين المتطرف الذي الآن يحكم على مجلس الخبراء لا يعتقد بعملية الاختيار، يعتقد بعملية الكشف باعتبار أن مجلس الخبراء وفيما يتعلق بنظرية ولاية الفقيه هناك ربما قليل هذا ما يطرح بالإعلام وسريعا سوف أسلط الضوء عليها. في الفقه الشيعي الحكومة هي للإمام حصرا، وفي حال قياب الإمام كما موجود في الإمام الثاني عشر تنقسم الإمامة، تكون للإمام والولاية تكون لولي الفقيه، بمعنى أن صلاحيات ولي الفقيه هي نفسها صلاحيات الإمام ونفسها صلاحيات النبي. يعني كل ما هو للنبي محمد هو نفسه موجودة لولي الفقيه، هذا فقهيا. وبالتالي بمجلس الفقهاء أو مجلس الخبراء هنالك اعتقاد بأن لا يجب اختيار خليفة للخامنئي، وإنما يجب كشف هذا الشخص. لذلك تشكلت لجنة من 3 أشخاص يرأسها إبراهيم رئيسي لكشف هذا الخليفة، لكنما في حال تعذر كشف هذا الخليفة يتم اختيار أحد 88 الموجودين في مجلس الخبراء، هذا دستوريا. لكنما ما هي السيناريوهات؟ أنا أعتقد أن هنالك 4 سيناريوهات رئيسية. الجانب الأول هو التوريث، الجانب الثاني هو اختيار ولي فقيه ضعيف وتكون القوة للحرس الثوري، الجانب الثالث هو شورى الفقهاء، والجانب الرابع العبور من نعم. نظرية ولاية الفقيه وتحكم العسكر بشكل مباشر، وهنا اختار الحرس الثوري. دكتور نبيل، برأيك ما هي السيناريوهات أمام هذا المجلس الجديد لاختيار خليفة يعني اختيار خليفة خامنئي؟ يعني أنا أتفق مع ما تفضل فيه الأخ نصر فيما يتعلق إما بالتوريث أو إبراهيم رئيسي أو مجلس قيادي، لكن في نهاية المطاف من سوف يلعب دور كبير في هذا الأمر هو الباسداران الحرس الثوري الإيراني. وعادة أي خليفة سوف يأتي لخامنئي سوف يتسم بالضعف وسوف يكون لعبة بيد الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما يريده الحرس في نهاية المطاف حتى تستمر إيران في سياساتها الخارجية العبثية للدخول والعبور إلى المنطقة ومحاولة بناء مجال حيوي تحت عناوين ما يسمى بالإمبراطورية الشيعية الموعودة أو نحو دولة إقليمية عظمى بحلول 2030 كما طرح ذلك مجمع تشخيص مصلحة النظام ووافق عليه خامنئي. لكن أي شخصية سوف تأتي سوف تفتقد إلى الخبرة السياسية اللي كونها المرشد الحالي، وحتى الأسماء المطروحة بصير لا تمتلك إلى ما يسمى بالأهلية الدينية بمعنى أن يكون من آية الله العظمى. يعني شخصية حتى خامنئي نفسه لم يكن هو مرجع مقارنة بالخميني، وهذا بحث طويل يحتاج إلى أكثر من حلقة. نعم. أو أكثر. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، من عمان الدكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية ومركز في مركز الدراسات الإقليمية، وأيضا كنت معنا من طهران الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مصدق بور، ومن لندن الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر. كل الشكر لكم على كل هذه المعلومات والإيضاحات.
تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل قادة في الحرس الثوري في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بانياس على الساحل السوري صباح الجمعة. وذكرت تقارير إيرانية أن أحد القتلى يدعى رضا زراعي وهو يحمل رتبة عقيد، وهو أحد أعضاء المنطقة الأولى البحرية التابعة للحرس الثوري في بندر عباس. وكانت ثلاثة انفجارات عنيفة قدوت فجر اليوم ناجمة عن استهداف جوي يرجح بأنه إسرائيلي طال فيلا في منطقة بطرايا في أطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوري. وفي سياق متصل استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة تابعة لحزب الله اللبناني في ريف القصير على الحدود السورية اللبنانية ما أدى إلى مقتل عنصر منها. استهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية بثلاثة صواريخ موقعا تابعا للدفاع الجوي والرادارات بالقرب من مشروع دمر على بعد 4 كيلومترات عن توسع المشروع في محيط العاصمة دمشق. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه منذ بدء الحرب على غزة قتل أكثر من 100 عنصر عسكري من جنسيات سورية وغير سورية، وفي 20 ضربة وعملية اغتيال نفذتها إسرائيل في سوريا، من ضمنهم 23 عنصرا بحزب الله. وركزت إسرائيل على استهداف القيادات والأفراد الفاعلين بدلا من استهداف المستودعات وشحنات الأسلحة الإيرانية في سوريا بعد الحرب الإسرائيلية على غزة. تزايد نشاط الميليشيات الإيرانية على الحدود مع الجولان السوري المحتل. لمناقشة هذه التطورات على الأراضي السورية انضم إلينا من إسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العميد أحمد رحال، ومن دمشق ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف. أرحب بكما ضيفي الكريمين على شاشة الحدث. أبدأ معك أستاذ غسان، يعني هذا الاستهداف يعني أتى لسلسلة من الاستهدافات المتزايدة، كيف يمكن لدمشق أن تتصرف إزاء هذه الهجمات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها؟ تحياتي لك أستاذ نصير ولي الضيف الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا يعني هذه الاستهدافات تعرف بأنها تسارعت في وتيرة أكبر، يعني سوريا تعتبر نفسها ضمن الحرب الدائرة في غزة وفي المنطقة، هي ضمن ما يسمى محور المقاومة، وهي دولة فاعلة في هذا الموضوع، وهي تتعاون مع يعني أصدقائها سواء كانوا حركات مقاومة أو الدولة الإيرانية. ولذلك يعني هذه الحرب اليوم مفتوحة، وهي تعتبر إسرائيل عدو، يعني تحتل الأراضي السورية وتقوم باعتداءات متكررة على الأراضي السورية. ولذلك يعني ربما يعني هذا الاستهداف جاء ضمن هذه الاستهدافات التي تستهدف البنية العسكرية السورية وأصدقاء الدولة السورية من مستشارين وقادة، ولكن لا خيار أمام الدولة السورية إلا التنسيق مع أصدقائها وحلفائها لمواجهة هذه الضربات. اليوم يعني البعض يتساءل لماذا لا ترد سوريا، أو لماذا يعني هذا الصبر كما يقال الاستراتيجي. صحيح. طبعا يعني هناك نعم هذا السؤال مطروح، ومن حق أي يعني مواطن سوري أن يسأل أو أي مراقب، ولكن يعني اليوم لا يمكن أن يكون هناك حرب مفتوحة يعني على الجبهات بين سوريا وإسرائيل، ولذلك أصبحت يعني إسرائيل تضرب من الجو
وسوريا تدعم حركات المقاومة التي تؤلم إسرائيل سواء في فلسطين أو في لبنان أو في أي مكان. ولذلك يعني كل بحسب وسائله وحسب إمكانياته. واليوم بعد الحرب التي دارت في سوريا منذ عام 2011 لم تعد مثلا الإمكانيات السورية كما كانت سابقا، ولكن تستطيع يعني الدولة السورية دعم حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية وغير ذلك، بما يؤدي إلى إيلام إسرائيل وضرب أهداف أمريكية حتى داخل وضحت الأراضي السورية. نعم. دعني أشك بهذا الحوار سعادة العميد أحمد فيما يتعلق بهذا الاستهداف، البعض وصفه بغير المسبوق، استهداف بانياس وأيضا التغلغل الإيراني في تلك المنطقة. هل إلى أي مدى تتفق أولا مع الأستاذ غسان بأن سوريا ليس لديها المقومات للرد، أو هي تترك الموضوع الرد الحركات المتحالفة معها كما قال؟ مساء الخير للجميع. مساء الخير. يعني أول شيء يبدو أن إسرائيل اكتشفت متأخرا من أنه تدمير العتاد الإيراني وتدمير شحنات الأسلحة لا يفيد، فانتقلت إلى عملية استهداف القيادات سواء من حزب الله أو من ميليشيات إيران. وستكتشف لاحقا أيضا إسرائيل أن إيران والمشروع الإيراني والمشروع الفارسي وولاية الفقيه مستعدة بتضحية بحماس والجهاد الإسلامي وحزب الله والميليشيات الولائية وكل نظام الأسد مقابل مشروعها في الهيمنة على المنطقة العربية، بمعنى أنه بدون ضرب جذور المشروع الإيراني في المنطقة وخاصة في سوريا التي أصبحت ركيزة إيران في منطقة الشرق الأوسط وخارج إيران لن يكون هناك ردع لإيران. عملية السؤال اليوم، هل النظام السوري يدعم المعارضة أم المعارضة المقاومة ما يسمى مقاومة أم المقاومة تدعم نظام الأسد؟ الجميع يدرك أن نظام الأسد منذ عام 2012 خرج من المعادلة العسكرية، وما إسرائيل منذ عام 74 وعلى يعني الأكثر عام 82 خرج من المعادلة العسكرية ولم يعد قادر على التأثير على إسرائيل أو طيران إسرائيل أو صواريخ إسرائيل. يعني أنا أستغرب عندما أسمع من أن سوريا أو الجيش السوري يدعم المقاومة في غزة. هل بالدعاء مثلا يدعمها؟ يدعم حزب الله، كيف يدعم حزب الله؟ وحزب الله من يثبت أركان نظام الأسد في دمشق وفي دير الزور والميادين وحلب وأدلب وحمص وحماة. أما موضوع استهداف إسرائيل فاليوم هناك يعني رسالة إسرائيلية واضحة، إيران تغلغلت في كافة أنحاء الجغرافيا السورية، سيطرت على مفاصل الدولة السورية وخصوصا وزارة الدفاع، مؤسسات الإنتاج العسكري أو معامل الدفاع، مؤسسات البحث العلمي، وسيطرت حتى على القوى البحرية. ومصب بانياس الذي قتل اليوم صباحا 3 من قيادات إيران، يعني هي رسالة إسرائيلية أينما كنتم فأسلحتنا تطالكم. وعملية المعلومة موجودة، والخرق الأمني الإسرائيلي بكافة مفاصل الأمن الأسدي أو في حزب الله أو داخل إيران، الموساد الإسرائيلي يستطيع الحصول على أي معلومة. أداة التنفيذ موجودة إن كان عبر الصواريخ مسافات قريبة وضحت الفكرة. كما جرى في الجولان أو عبر الطيران أو الصواريخ. سيد غسان، النقطة الأهم أن نظام الأسد لا يملك قدرة على الرد بوساط الدفاع الجوي، وعندما حاولت إيران سد الثغرة أو المساعدة بمنظومات خرداد 15 أو باور 373 أيضا قامت إسرائيل ودمرتها. وبالتالي نحن اليوم أمام إسرائيل التي قادرة على تنفيذ ما تريد دون أن يكون هناك أي رادع في السماء أو الأرض السورية، وإيران مستعدة لتضحية بكل شيء. وضحت الفكرة سعادة العميد أحمد. مقابل دعنا نستغل الوقت المتبقي أستاذ غسان، يعني سبق وانشتكت دمشق إسرائيل إلى مجلس الأمن سابقا، أو هذا الأمر إلى أي مدى يمكن أن يفعل مجددا، خاصة وأن التقارير يعني وفقا لما يقوله البعض بأن هذه الاستهدافات الإسرائيلية ستزداد، يعني وخصوصا مع يعني نية إسرائيل التوغل أيضا في لبنان برا إذا فشلت الدبلوماسية، كيف يمكن قراءة هذا الأمر؟
تماما. هو المشكلة اليوم يعني أن إسرائيل استطاعت يعني مثلا هي اليوم من تحارب، يعني تحارب الشعب الفلسطيني، تحارب الشعب اللبناني، تحارب الشعب السوري، والبعض يعني لاحظ بأنه يركز مثلا على مشروع إيراني، على الرغم من أن لنفترض يعني أن هناك مشروع إيراني، لكن هذا المشروع الإيراني هو يتفق مع أهداف القوى العربية في التحرر من إسرائيل، في ضرب إسرائيل، في إيلام إسرائيل، في تسبيب الوجع والأذى لإسرائيل. يعني إذا لم يكن هناك تعاون مثلا ما بين إيران وسوريا وحركات المقاومة سواء الفلسطينية أو اللبنانية أو غيرها، كيف سيكون؟ يعني هل سنترك إسرائيل يعني تستبيح أرضنا وسماءنا ولا نقوم بالرد؟ يقول يعني كيف لنا أن ندعم حماس مثلا وندعم كل حركات المقاومة التي تقاتل في فلسطين؟ هي موجودة في دمشق، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، الجبهة الديمقراطية، الحركات المقاومة الأخرى، حتى حماس، جاء وفد من حماس ويعني رمم العلاقة مع سوريا. ولذلك اليوم يعني أنا أقول لك الشكوى لمجلس الأمن لا تفيد، ولكن أنا أستطيع أن أتحالف حتى مع إيران ومع روسيا ومع أي دولة في العالم وحتى الصين إذا كان هذا التحالف تلتقي مصالح. وضحت الفكرة أستاذ غسان، اسمح لي على ضيق الوقت. سيادة العميد 30 ثانية، أنا شفتك حابب تعلق على كلام الأستاذ غسان، تفضل ب 30 ثانية سمحت لي. تماما يعني وجود مكاتب في دمشق لا يشكل دعم لأي فصيل. لا ليس مكاتب، هناك دعم لوجستي وعسكري وتدريبي. يقول أستاذ غسان الجهاد الإسلامي الشعب السوري يتوافق مع المشروع الإيراني. رجاء لو سمحت الشعب السوري لا يتوافق مع المشروع الإيراني. الشعب تفضل السوري. طيب أستاذ غسان راح أعطيك كمان 15 ثانية. تفضل سعادة العميد تفضل. معك السوري يسأل قيادة سوريا الحالية إلى متى يتم التضحية بالشعب السوري؟ حتى الطائفة العلوية تسأل إلى متى يتم التضحية بالشعب السوري مقابل أهداف إيران في المنطقة؟ إيران غير مرغوبة في سوريا حتى من قبل العلويين. لذلك أرجو الله نقلب الحقائق. اليوم يتم التضحية بكامل مكونات الشعب السوري من أجل أهداف إيران التي لا علاقة لها لا بفلسطين ولا بالشعب السوري. وضحت الفكرة. تفضل أستاذ غسان 10 ثواني. التضحية كانت بالشعب السوري عندما كانت هناك غرفة الموت تمول الجبهة الجنوبية، عندما كانت القذائف والصواريخ تسقط على دمشق من الغوطة، عندما كان هناك جيش الإسلام وفيلق الرحمن وغيرهم يضربون العاصمة ويهجمون على العاصمة. شكرا لكم ضيفي الكريمين، عذراني جدا على ضيق الوقت. من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف، ومن إسطنبول كنت معنا المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العميد أحمد رحال. شكرا لكم وعذراني على ضيق الوقت. أوقفت عناصر الأمن التونسي 11 عنصرا وصفتهم بالتكفيريين في العاصمة التونسية. قالت إنهم كانوا ينشطون ضمن خلية تعمل على ترحيل الشباب التونسيين للقتال في سوريا. وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أن المصالح المركزية بإدارة الاستعلامات استطاعت توقيف هذه العناصر التي كانت تستعمل بالتنسيق مع المهربين طوابع تتيح لهم دخول بلد مجاور بصفة قانونية والمغادرة منه، مؤكدة أن أحدهم ينتمي إلى خلية إرهابية كانت تخطط لتصفية عدد من الشخصيات. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة التونسية الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ مراد علال. الأستاذ مراد أهلا بك معنا. ما الذي يعني هذا الاعتقال وهذا التوقيف؟ بداية شكرا على الاستضافة. أهلا بك. يعني هذه العملية هي عملية نوعية ليس فقط في شكلها أو في مضمونها ولكن أيضا في توقيتها. نعلم جيدا أنها ليست العملية الأولى. منذ فترة تقريبا مع تعافي المؤسسة الأمنية تواترت عمليات كشف خلايا إرهابية وعناصر منفردة ليس في العاصمة فقط ولكن في عديد مناطق الداخلية في الجمهورية التونسية. هذه العملية بالذات يعني توقيتها مهم للغاية، هي تأتي عشية اقتراب موعد شهر رمضان الكريم، ونعلم جيدا أن الجماعات التكفيرية والإرهابية عادة
ما تستغل المناسبات الدينية والوطنية لتزيين حضورها. كذلك الأسبوع القادم نحيي ذكرى انتصار تونس بشعبها وجيشها وأمنها في واقعة بن قردان، تذكرون جيدا في 2016 عندما حاولت جماعة محسوبة على ما كان يسمى داعش إقامة إمارة في جنوب التونسي. هذا تقريبا من السياق، إلى جانب بطبيعة الحال الوضع السياسي، الحديث عن الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هذه الجماعات لا تزال موجودة في تونس، والحرب على الإرهاب مستمرة، ومهم جدا أن تتعافى المؤسسة الأمنية وأن تكون هناك يقظة وتكون هناك ضربات استباقية موجعة لهذه الجماعات. نريد أن نفهم أكثر من حضرتك إن كان لديك أي معلومات. بالطبع يعني 11 عنصرا وصفتهم بالتكفيريين، يعني نفهم ما هم، من هم هؤلاء أصلا؟ يعني هذه جماعات محسوبة على ما كان يعرف بالإسلام السياسي في تونس، يعني قد يكون بعضهم ربما من أنصار الشريعة، بعضهم استفاد من حالة الانفلات عندما كانت النهضة تحكم في تونس، وحالة التسامح والتسيب التي ميزت المؤسسة الأمنية في السنوات الماضية، وبعضهم فيه يعني أحكام صادرة بحقهم، البعض آخر من يشير التفتيش، ويبدو أنهم حاولوا خلال الفترة الماضية التحرك الظهور، لذلك كانت هناك يقظة وكان هناك إنجاز أمني ميداني تمكن من خلاله الجهاز الأمني من إيقافهم. وبطبيعة الحال هم يملكون خزانة من المعلومات باعتبار أنهم عناصر كانوا ينتمون إلى شبكات متواطئة ربما أطراف في الحكم زمن حكم النهضة، إلى جانب العصابات المهربين، لأنه هناك تقاطع كبير حصل في وقت من الأوقات بين الإرهابي والتهريب، ونعلم جيدا كيف كانت هذه الجماعات تدخل وتخرج في الدول المجاورة. أستاذ مراد، إلى أي مدى يمكن أن نربط ما حدث من هناك، ما حدث يعني من هذا الإعلان اعتقال العناصر الذين وصفتهم قوى الأمن بالتكفيريين مع ما قاله الرئيس قيس سعيد واتهامه غير مباشر للإخوان بأن هنالك أطراف خارجة عن القانون تريد تدمير العملية السياسية خاصة قبل رمضان؟ بالفعل يعني كما قلت في البداية، يعني دائما هذه الجماعات سواء بصفة جماعية أو بصفة فردية، وهناك من يتحدث عن العمليات الذئاب المفردة إلى غيرها، تستغل دائما المناسبات الوطنية والدينية كما قلت. علاوة على أننا في هذه الفترة دخلنا تقريبا في زمن انتخابي، هناك استحقاق رئاسي نهاية السنة، وبدأ الحراك في المشهد السياسي التونسي، وأكيد أن هذه الجماعات لها حساباتها، تريد أن تشوش على العملية السياسية في تونس، أن تواصل في ضرب تجربة الديمقراطية في بلادنا، المراهنة على ربما انشغال الجهاز الأمني بملفات أخرى اجتماعية إلى غير ذلك لإثبات حضورها والتخفيف ربما على، يعني هل سنشهد المزيد من هذه العمليات في الأيام المقبلة؟ بالتأكيد، لأنني قلت أن هذه العملية ليست معزولة، منذ فترة المؤسسة الأمنية بمختلف أسلاكها بصدد تحقيق إنجازات على الميدان، وبالتالي هناك عمل دؤوب متواصل، سيتم في قادم الأيام أيضا ربما إيقاف عناصر أخرى. شكرا. إلى جانب أن المعلومات التي هي بحوزة هؤلاء ربما ستفيد أيضا في كشف مخططات تدبر لتونس، وأعتقد أن هناك درجة كبيرة من اليقظة، إلى جانب طبيعة الحال الحصانة الاجتماعية وهذا المجتمع التونسي الذي حسم ورفض هذه الجماعات التكفيرية التي عانت منها تونس كثيراً خلال العشرية الماضية. جزيل الشكر لحضرتك من العاصمة التونسية، الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ مراد علالة. في نهاية نشرتنا هذه، بإمكانكم دائما متابعة آخر الأخبار والتطورات على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للحدث، وبإمكانكم أيضا التفاعل معها وزيارة موقعنا الإلكتروني الحدث.net للمزيد من الأخبار والتقارير الخاصة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.